I was pissed at you. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. ما يمكنش تصوروا الفرحه اللي فرحانين واخا جينا تعب واخا وقع علينا التعب واخا تمحنا. المهم هذاك الشيء كل شيء مشى ما مشاش لنا هباء منثورا. كنشكر اللعاب وكنشكر المدرب كما كنشكر الجامعه اللي ساعدتنا هنا بزاف. الحمد لله ولاد بلادنا فرحونا وديما مغرب وديما مساندينهم وديما نبقاو موراهم وعاش الملك. شعور واعر بزاف ومبروك المغاربه وكانوا كيستحقوا. كان خصنا صراحه نجيبوا ثلاثه لي جول ولكن الحمد لله اهم حاجه التاهل الدوزيام اي ثاني وصافي. انا جيت بالبيكالا من المغرب حتى القاهره هنايا باش نشجع المنتخب الوطني وقلت لهم راه ما غادي نمشي من القاهره حتى ندي معايا الكاس ان شاء الله بالبيكالا وغنرجعوا للمغرب. والحمد لله فزنا بواحد وان شاء الله الماتش تاع الجنوب افريقيا حتى هو جاي في الطريق. شكرا. فرحانين حيت ربحات المغرب وان شاء الله ندوزوا حتى الفينال ان شاء الله. كان الاداء كانت النتيجه وكانت كان الاداء حتى هو في هذه المباراه بعكس المباراه الاولى اللي كانت كان الاداء شويه نازل. اليوم اللعابه لعبوا بالنفس والجمهور كان كثير. يعني المغاربه كنشكر المغاربه والمصريين وحتى الجزائريين اللي ساندونا. والله احنا شفنا ماتش حلو النهارده من المغرب. نور الدين مرابط كان مبدع احسن لاعب في الماتش عن جداره. يعني تغييرات حلوه اللعيبه رجاله كلها ما فيش ولا واحد بيكسل في الملعب. اشرف حكيمي خط الدفاع كله نبيل درار. لا الفرقه بسم الله ما شاء الله. يعني ان شاء الله المغرب في الفاينل مع منتخب مصر. ماذا معنا زملكاوي زملكاوي شجعنا خويا كي جاتك المقابله اليوم؟ والله احنا فرحانين اللي منتخب المغرب هنا شرفنا في مصر جمهوريه مصر العربيه النهارده. احنا متشرفين بكل الجماهير المغربيه النهارده. حبيبي الحمد لله فرحونا المغاربه وهذا نهار كبير وحق الله العظيم راه فيا البكي ربي اللي عالم. والماتش الاخر ان شاء الله حتى هو غندوزو الماتش الثالث غندوزو وغنبقاو حنا مع النهائي ولكن مع من الله اعلم. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ان شاء الله ونبقاو غاديين على هاد النهج لان اللعابه ما شاء الله العظيم اللعابه عندهم ما يقولوا شويه صبر وان شاء الله الفاينال ان شاء الله ونقابلوا مصر في الفاينال ان شاء الله الرحمن الرحيم. نحن كنا في المدرجات ولاحظنا هتافات الجمهور المصري ومن هذا المنبر نشكر الجمهور المصري الذي ساند وازر اسود الاطلس للتاهيل للدور المقبل ان شاء الله. مبروك للمغرب. انا مصري ولابس تيشيرت المغرب والنهارده كان كتير جدا من المصريين مع المغرب وان شاء الله البطوله دي يا مصر يا المغرب باذن الله والمغرب هنا في بلدها وان شاء الله المغرب بالاداء اللي عملوه النهارده مرشح اول للبطوله ان شاء الله. شكرا الف مبروك. بس سيتي ابو ماتش يي بوكو دانتسيتي بالي ماركو او بيان جوي ils ont bien ils ont bien gagné la bataille du milieu de terrain donc c'était un bon match. دونك برافو ماروكان بور سيت كاليفيكاسيون. مرابط تبارك الله دار ان بون ماتش كان هو نجم فريمون كان هو نجم المقابله وفوالا هادشي اللي كاين. والمرور الحمد لله كاول مجموعه غادي يساعد المنتخب المغربي باش يمشي بعيد لانه طبعا غادي يقابل فرق في الدور الثاني اللي اسهل شويه. والحمد لله احنا راضيين بهذا الفوز والمعنويات مرتفعه تاع الجمهور ولا تاع اللاعبين وكنشكروا الشعب المصري بزاف بزاف على التعامل ديالو معنا وعلى الكرم ديالو. شكرا.